بسم الله. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث رضوانك وإلى حيث تأمينك لنا يا كريم يا عظيم. فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته. شوف ربك كيفاش يفصل الأمور باش أنت تستبين شريعة الإسلام في وعيكم وفي تمسككم بهذا الإسلام. يعني فما تقول أنت أنا أنجاجمون، أنت وليت أنجاجي، وليت ملزم باتباع ما أمر به الرحمن. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا كان بانت الآيات هي تولي سبب للهداية، والهداية مش اللي يجي يوصل لها يا رب. فلمن أذن الله له بذلك، يعني ألقى السمع وهو بصير، ألقى السمع للقرآن وحديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وألقى السمع إلى الأحاديث القدسية، وهو شهيد لذكر كله اللي سمعه واللي راه هو حقيقة وقلب الحقيقة. وبعد ربي يقول ما سنراه في الشريط الآتي.